يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن مجموعة من المعلمين في مدرسة أهلية، وموكل إلينا ركوب الباص لنحضر الطلاب للمدرسة، والباص يأتي لأخذنا قبل صلاة الفجر، فنضطر لتأخير صلاة الفجر بعد خروج وقتها، أو أننا نقوم بالصلاة في سكننا ثم نركب مع الباص حتى لا نخرج الصلاة عن وقتها، فهل فعلنا جائز؟ صلوا قبل بعد دخول الوقت، صلوا الفجر بعد دخول وقتها وقبل ركوب الباص، رتبوا أموركم على هذا. الصلاة ألزم من ركوب الباص، كيف ركوب الباص مع أداء الصلاة في وقتها. نعم.